بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أبنائي الطلاب والطالبات، الصف الثاني الثانوي، ننتقل اليوم إلى فرع آخر من فروع اللغة العربية، وهو فرع البلاغة. في الفصل الأول أخذنا مكونات الجملة، حيث أن الجملة قلنا تتكون سواء كانت فعلية أو اسمية من ركنين أساسيين في البلاغة، هو المسند والمسند إليه، سواء جملة فعلية أو جملة اسمية. وتحدثنا عن الجملة الاسمية أنه المسند هو الخبر والمسند إليه المبتدأ، مثل طريق النجاح، الاجتهاد. إذن هنا الاجتهاد طريق النجاح. إذن المسند الخبر اللي هو طريق النجاح، والمبتدأ الاجتهاد اللي هو المسند إليه، مثل مثلا الاهتمام أساس الحضارة. إذن المسند أساس الحضارة، والمسند إليه الاهتمام. ثم الجملة الفعلية، والمسند هو الفعل، والمسند إليه قلنا الفاعل، مثل التلميذ نصح المعلم التلميذ. إذن نصح هو المسند، والمعلم هو المسند إليه. أو مثلا نقول تحدث المعلم إلى التلميذ. إذن المسند هو الفعل تحدث، والمسند إليه هو الفاعل. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الخبر والإنشاء، وتحدثنا عن أنواع الخبر، وتحدثنا عن أضرب الخبر، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أغراض الخبر، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي، وتحدثنا عن الإنشاء الطلبي اللي هو تحدثنا عن النهي وعن صيغ عن النهي وعن الاستفهام وعن النداء وعن التمني وما إلى ذلك. ثم الآن ننتقل إلى درسنا في الفصل الثاني، التقديم والتأخير. التقديم والتأخير. التقديم والتأخير في الأسلوب يأتي تبعا لأهمية المعاني في ذهن الأديب، ومطابقا لما يقصد إليه. ما الغرض من التقديم والتأخير؟ الغرض منه جمال العبارة وقوة المعاني، وصدق التعبير، ومراعاة التناغم بين أجزاء الكلام. إذن للتقديم ثلاث حالات. الحالة الأولى تقديم المسند إليه، اللي هو الذي تحدثنا عنه في الفصل الأول، اللي قلنا المسند إليه وهو المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل. طبعا هذا التقديم يأتي لأغراض بلاغية، من هذه الأغراض البلاغية إفادة التعميم والشمول حين يتقدم المسند إليه، اللي هو المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، مثل كل غني لم يتأخر عن دفع الزكاة. قدم المسند إليه اللي هو كل غني على المسند لم يتأخر. لماذا؟ ليفيد العموم والشمول. اثنين، إذن الأولى الغرض من التقديم البلاغي وهو الغرض من تقديم المسند إليه البلاغي وهو إفادة التعميم أو والشمول، العموم والشمول أو التعميم. الثاني تمكين ذهن السامع، مثل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا تقديم المسند إليه أكرمكم على المسند أتقاكم، فالغرض من التقديم تمكين الحكم في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقا إليه. ثم ينتقل إلى النقطة الثالثة، والغرض من تقديم المسند إليه التخصيص،
مثل: وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نارا. قدم المسند إليه أنا على المسند أسقمت وأضرمت لغرض التخصيص، ليثبت أن المختص وهو الإضراب والسقم ليس المتكلم وإنما غيره. النقطة الرابعة: لتقديم المسند إليه، الغرض البلاغي لتقديم المسند إليه وهو تعجيل المسرة أو الإساءة، مثل: ننتظر شيئا ما مفرح، ننتظر شيئا يفرحنا، براءة المتهم حكم بها القاضي. هنا قدم المسند إليه وهي براءة على المسند حكم بها القاضي. ما الغرض من هذا؟ تعجيل المسرة. الإنسان يكون منتظر شيء مفرح، عندما يأتي الإنسان إليه وينقل إليه خبرا، يبدأ بالخبر المفرح وبعد ذلك يتكلم ببقية الكلام. هنا تعجيل المسرة لغرض تعجيل المسرة إلى نفوس المخاطب، مثل: الهزيمة أصيب بها العدو. قدم المسند إليها الهزيمة، هي أصيب العدو بالهزيمة الأولى، حكم القاضي ببراءة المتهم، وهكذا. إذن لغرض تعجيل الإساءة، إحنا منتظرين يعني إنسان جار علينا أو اعتدى أو ما إلى ذلك، فعندما يقول أو هناك معركة أو ما إلى ذلك، إن معركة بين عدو بين خصم وهكذا، فعندما يأتي يقول الهزيمة أصيب بها العدو، فيعني عجل لنا الإساءة. خمسة: التأكيد وتقوية الحكم، مثل: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فقد تقدم المسند إليه هم على المسند يعلمون، للتأكيد، هذا يأتي للتأكيد. إذا عندنا أغراض بلاغية للتقديم ثلاثة. الأولى، أولا الغرض الأول تقديم المسند إليه، وتقديم المسند إليه له عدة أغراض. من هذه الأغراض البلاغية يقدم المسند إليه، اللي هو المسند إليه اللي هو المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل. إذا لماذا يتقدم المبتدأ أو يتقدم الفاعل أو نائب الفاعل؟ يتقدم لأسباب. النقطة الأولى إفادة التعميم أو العموم والشمول. النقطة الثانية التمكين في ذهن السامع من الخبر. النقطة الثالثة التخصيص، يتقدم المسند إليه للتخصيص، يتقدم المسند إليه لتمكين الخبر في ذهن السامع، يتقدم المسند إليه لإفادة التعميم والشمول. إذن أيضا يتقدم المسند إليه لتعجيل المسرة أو الإساءة، أيضا يتقدم المسند إليه للتأكيد وتقوية الحكم. ننتقل إلى النقطة الثانية أو الحالة الثانية للتقديم، وهي تقديم المسند. إذن الحالة الأولى تقديم المسند إليه، الحالة الثانية اللي هي تقديم المسند. المسند هنا هو الخبر والفعل كما أخذنا في الفصل الأول من العام الدراسي. إذن الخبر والفعل، عند تقديم الخبر أو الفعل هذا التقديم له أغراض بلاغية. هذه الأغراض البلاغية، أول نقطة التخصيص، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. فقد تقدم المسند لكم على المسند إليه دينكم. ما الغرض من هذا التقديم؟ التخصيص، اتصافكم بدينكم واتصافي بديني، لكم دينكم ولي دين. الثاني الاهتمام بالمتقدم، من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر. فقد تقدم المسند من أرض بلقيس، من أرض بلقيس على المسند إليه هذا الغرض، الاهتمام بالمتقدم، الاهتمام بأرض بلقيس. نأتي للثالث من تقديم المسند من الحالة الثانية: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. ثلاثة، تقديم المسند ثلاثة على المسند إليه شمس الضحى. ما الغرض من هذا التقديم؟ التشويق.
ثلاثة، لما أقول ثلاثة من هذا من هذا من هؤلاء الثلاثة من هؤلاء، يكون في بالنفس شوق لمعرفة من هؤلاء الثلاثة. فإذا للتشويق. قال تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. هنا بدأ بالمسند أراغب، وتأخر المسند إليه أنت. ما الغرض منه؟ الإنكار على إبراهيم والتعجب من عمله. إذا الغرض الخامس لتقديم المسند وهو الإنكار والتعجب. نأتي للحالة الثالثة وهي تقديم متعلقات الفعل. ما هي متعلقات الفعل؟ المفعول به والجار والمجرور والظرف والحال. هذا التقديم لا يتقدم هكذا اعتباطا، وإنما يتقدم لأغراض بلاغية، مثل قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم المفعول به هنا إياك على الفعل نعبد. ما الغرض من هذا التقديم؟ الغرض من التقديم التخصيص. قدم إياك نعبد، أصلا نعبد إياك المفعول به هنا. إذن هنا الغرض التخصيص والقصر، أي العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. اثنين، الغرض الاهتمام بالمتقدم، حسن الخلق لزمته، حسن الخلق لزمته. تقديم المفعول به حسن، أصل الجملة لزمت حسن الخلق، أنا لزمت حسن الخلق. إذن الغرض الاهتمام بالمتقدم وهو حسن الخلق. الثاني، النقطة الثالثة، الاختصاص. مبكرا خرجت إلى العمل، فقد تقدم كيف خرجت إلى العمل. إذن هنا جواب كيف، والحال يأتي جواب كيف. إذن قدم الحال وقال مبكرا خرجت إلى العمل، فقد تقدم الحال مبكرا الغرض الاختصاص، حيث خص الخروج بالتبكير. نأتي للثالث، قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فقد تقدم الجار والمجرور في نفسه على المفعول به خيفة، وأخر الفاعل موسى. الغرض البلاغي الأول الاختصاص، والثاني مراعاة نظم الكلام. ننتقل إلى الدرس الثاني من دروس البلاغة، وهو القصر. ما هو القصر؟ ما مفهومه؟ إذن القصر مفهومه تخصيص شيء بشيء بطريقة مخصوصة، وله طرفان، مقصور ومقصورا عليه. للقصر طرق، من أشهر هذه الطرق النفي والاستثناء. النفي والاستثناء: ما المتنبي إلا شاعر. من هو المقصور؟ المتنبي. ماذا قصرنا عليه؟ قصرنا عليه الشاعرية. المقصور عليه في النفي والاستفهام، المقصور عليه يأتي دائما بعد إلا. إذن المقصور عليه بطريقة النفي والاستثناء متى يكون؟ يكون بعد إلا، شاعر. إذن هنا قصرنا المقصور، قصرنا على المتنبي الشاعر، عليه الشاعرية. إنما الأمم هنا يكون المقصور عليه المؤخر، اللي في الأخير، يعني آخر الجملة، وهو إنما الأمم. ما الأمم؟ الأخلاق، الأمم إخلاق. إذن والمقصور عليه وهو الإخلاق، دائما يكون المؤخر المقصور عليه في إنما. تقديم ما حقه التأخير، أيضا هنا يكون قصر، يوجد قصر. لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، المقصور عليه المقدم. أصلا ملك السماوات والأرض لله، إذن المقصور عليه المقدم لله.
إذن هنا قدمنا الجار والمجرور. أربعة، لا يكون القصر بلا أيضا، مثل عمر الفتى ذكره لا طول مدته. عمر الفتى ذكره يعني السمعة الطيبة وسلوكه وأخلاقه، ليس طول مدته وبقاؤه وسنينه. والمقصور عليه المقابل لما بعد لا. ما المقابل لما بعد لا؟ ما هنا المقابل لما بعد لا؟ ما المقابل لطول؟ المقابل لما بعد لا ذكره. إذن المقصور عليه في لا دائما يكون المقابل لما بعد لا وهو ذكره. العطف ببل، مثل ما الأرض مسطحة بل كروية. الأرض ليست مسطحة هنا، يقول ما الأرض مسطحة بل كروية. المقصور عليه هنا ما بعد بل. ما هو هنا بعد بل؟ كروية. العطف بلكن، مثل ما الأرض ثابتة ولكن متحركة. المقصور عليه هو ما بعد لكن متحركة. إذن طرق القصر كم قلنا؟ ستة. أشهر هذه طرق القصر، النقطة الأولى وهي النفي والاستثناء. المقصور عليه دائما يأتي بعد إلا، في النفي والاستثناء المقصور عليه يأتي بعد إلا. ما محمد إلا رسول. إذن المقصور النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، المقصور عليه رسول. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. إذن إنما المقصور عليه دائما بعد إنما يأتي المؤخر. تقديم ما حقه التأخير، لله ملك السماوات والأرض. المقصور عليه دائما يكون المتقدم وهو لله، قصرنا عليه ملك السماوات والأرض. ملك السماوات والأرض قصرناها لله. إذن لا، مثل عمر الفتى ذكره لا طول مدته، يعني يحسب الإنسان. فالمقصور عليه دائما يأتي بعد بل. عفوا، المقصور عليه بلا يأتي المقابل لما بعد لا. العطف، القصر بالعطف، المقصور عليه بعد بل. العطف بلكن، العطف ببل، يأتي المقصور عليه بعد بل. بل والعطف يأتي المقصور عليه أيضا بعد لكن. إذن هذا طرق القصر، أشهر طرق القصر. نأتي لطرفا القصر، لكل قصر طرفان، مقصورا ومقصورا عليه. كما قلنا إن القصر وهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وله طرفان، مقصور ومقصور عليه. إذن طرفا القصر المقصور والمقصور عليه. ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين، قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف. إذن ما شاعر إلا المتنبي، ما شاعر إلا المتنبي. إذن هنا قصرنا صفة الشاعرية على الموصوف. من الموصوف؟ الصفة شاعر، ومن الموصوف بالشاعر؟ المتنبي. إذن هنا صفة على موصوف. الطريقة الثانية أو الطرف الثاني للقصر، قصر موصوف على صفة. ما محمد إلا رسول. محمد موصوف، بماذا وصفناه؟ بالرسالة. إذن قصر الموصوف محمد على صفة الرسالة. المقصور عليه هو المستهدف من أسلوب القصر دائما. ننتقل إلى أنواع القصر باعتبار طرفيه، أي الذي تحدثنا عنه، صفة على موصوف أو موصوف على صفة، أو أنواعه بحسب الحقيقة والواقع، الشيء الحقيقي والواقع. هنا نأتي باعتبار طرفيه،
قصر صفة قلنا على موصوف، ما شاعر إلا المتنبي، صفة على موصوف، تمام؟ واضح الكلام؟ أقول مثلا ما مؤدب إلا محمد، صفة الأدب صفة على الموصوف اللي هو محمد، موصوف محمد صفة الأدب، وهكذا. إذن هنا الصفة شاعر، من الموصوف بالشاعرية؟ المتنبي. إنما الناجح محمد، إنما الناجح محمد. ما الوفي إلا صالح. ها إحنا قلنا بعد إنما يكون المقصور عليه المؤخر دائما، ما والوفي بعد إلا، أيضا اللي يأتي بعد إلا المقصور عليه ما أتي بعد إلا. هنا قصرنا صفة الشاعرية على الموصوف اللي هو المتنبي، وقصرنا النجاح صفة نجاح على محمد، وقصرنا صفة الوفاء على صالح، ولهذا سمي قصر صفة على موصوف. الطرف الثاني قصر موصوف على صفة، مثل موصوف ما محمد إلا رسول، من الموصوف؟ محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بماذا وصفنا؟ بالرسول. إذن هنا ودائما إذن محمد هنا موصوف على صفة. وضحت؟ هنا مقصورا عليه وهنا مقصور، اتفقنا؟ ما الدنيا إلا متاع. إنما المتنبي شاعر، هنا المقصور عليه الشاعرية. إذن ماذا نستنتج من الأمثلة السابقة؟ الموصوف، من الموصوف في المثال الأول؟ ما محمد إلا رسول، الموصوف محمد. إذن هنا نقول قصر موصوف على صفة، ما الدنيا إلا متاع. الدنيا، ها الدنيا متاع، قصرنا من الموصوفة؟ الدنيا. بماذا وصفنا الدنيا؟ بأنها متاع. إنما المتنبي شاعر، من الموصوف؟ المتنبي. بماذا وصفناه؟ بالشاعرية، ولهذا سمي قصر موصوف على صفة. الأول صفة سبقت الصفة وبعدين الموصوف، هنا أولا الموصوف وبعدها الصفة. إذن طرفا القصر قسمين، قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. نأتي هنا بأنواعه بحسب الواقع، ينقسم أيضا إلى نوعين. قسم يسمى، قصر يسمى حقيقي، هو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع، لا يتجاوزه إلى غيره أبدا. مثل ماذا يا أستاذة؟ إنما الواهب الحياة، الله، من اللي يهب الحياة؟ إنما الواهب الحياة الله، من الذي يهبنا الحياة؟ الله. إذن هنا حقيقي واقع، ما محمد إلا رسول، أيضا محمد فعلا رسول، لا يعيش السمك إلا في الماء، صح؟ أين يعيش السمك؟ في الجو، في الأرض، في الماء. إذن هنا قصر يسمى حقيقي. أول النقطة الأولى، إنما الواهب الله، ماذا قصرنا؟ هبة الحياة للإنسان على الله حقيقة، لا يهبنا أحد الحياة إلا الله. وأيضا هنا ما محمد إلا رسول، قصرنا محمد على الرسالة، ليس شيئا غيره، حقيقة ولا مش حقيقة؟ إذن حقيقة، يعني شيء حقيقي واقعي. والسمك، عيش السمك، أين يعيش السمك؟ على الماء، إذن حقيقة، إذ لا يمكن أن يعيش في غيره.
ولهذا سمي القصر قصرا حقيقيا. ننتقل إلى القصر الإضافي، وهو ما أختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة بالإضافة إلى غيره، وهذا النوع هو مجال الإبداع الشعري، مش الحقيقي، ليس الحقيقي، هو مجال الإبداع الشعري والأدبي. ما الشاعر إلا المتنبي. تضمن المثال قصر الشاعرية على المتنبي. طبعا ممكن أن يكون المتنبي شيئا آخر، يعني إضافة، هذا يسمى قصر إضافي. ممكن يكون المتنبي كاتب، ممكن يكون المتنبي مؤرخ، ممكن يكون المتنبي، إذا هناك إضافة، أشياء إضافية ممكن تضاف له، لكن هنا لا يمكن نضيف أن أحد غير الله يهبنا الحياة، لا يمكن أن نستطيع أن نضيف أن يعيش السمك في أي مكان. وضحت؟ إذن لا، قد يكون المتنبي، إمكانية يكون المتنبي شيء آخر بالإضافة إلى الشعر، حكيم، فيلسوف، كاتب، وما إلى هذا، ولهذا سمي القصر هنا قصرا إضافيا. ماذا أفاد هذا الأسلوب؟ المبالغة في قصر صفة الشعر على المتنبي. أكيد أنه في شعراء غير المتنبي أكثر من شاعر، ولكن ليس شيئا أمام المتنبي. وهكذا إنما الوافي صالح، ممكن أيضا صالح يتصف بأشياء أخرى غير الوفاء، ممكن بالذكاء، ممكن بالأدب، ممكن بالإخلاص، يعني ممكن تضاف لصالح صفات أخرى. إذا قصرنا صفة الوفاء على صالح، وهذا الأسلوب يفيد أولا أن الوفاء مقصورا على صالح على سبيل المبالغة. إيش ما في إلا في الدنيا صالح الوفي؟ لا، في كثير من الناس أوفياء. وضحت؟ إذا على سبيل المبالغة والإدعاء. وكان الوفاء من غيره لا معنى، وكأن الوفاء من غير صالح لا معنى له مقارنة بوفاء صالح. إن صالح يمكن أن يتصف أيضا كما قلنا بصفات أخرى إضافة إلى الوفاء، الكرم، الشجاعة، الذوق، وما إلى غيره. ولهذا سمي هذا النوع من القصر قصرا